بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن شاء الله نخلص شابتر 6 ليكتشر 6 اللي هو سامبل بروبلم 6-4. المطلوب منك هنا أنك تعطيه الريت سبيد لهذه السيارة اللي تتحرك بطريق منحني، يعني الريجس تبعه R 400، يميل هذا الطريق بزاوية ثيتا اللي هي عندي هنا 18. ويعطيك معلومة هنا إنه يقول لك إنه ما في lateral friction، يعني ما في احتكاك طرفي على الويلز اللي هو عجلات السيارة. هنا عندنا اللي هو الويت باتجاه الأسفل دائما، وبعدين في عندي الرياكشن دائما يكون عمودي على السطح اللي تمشي عليه السيارة اللي هو عندي هنا الآر، والآر هذه اللي هي مركبتين. لاحظ معايا هنا مركبة اتجاه نورمال اللي هي R إيش؟ R ساين ثيتا، والمركبة الثانية اللي موجودة عندي في هذا الاتجاه اللي هو اتجاه الواي أكسس هذا اللي هي R كوساين ثيتا. ناخذ نطبق هنا سكند لو، نقول مجموع القوى على الواي أكسس يساوي الصفر. ليش يساوي الصفر؟ السيارة ما تتحرك باتجاه الأعلى. إذا طبق الحط مجموع القوى الموجودة عندنا هنا، عندي R كوساين ثيتا باتجاه الأعلى إذا موجبة ماينس W لأنها باتجاه الأسفل تساوي صفر. إذا الـ R إيش تساوي؟ تساوي W مقسم على كوساين ثيتا. لما نيجي على النورمال اتجاه النورمال، في عندي مجموع القوى يساوي MAN، AN هنا معروفة. إذا عندي هنا مجموع القوى الموجودة على النورمال ما في عندي إلا إيش؟ R sin ثيتا تساوي M اللي هي W على الجي مضربة في AN. أوكي؟ طب قيمة الـ R نجيبها من هنا اللي هي W على كوساين ثيتا. لاحظ في هذه المعادلة حيختفي عندي W من الطرفين، وتصير عندي الـ V تساوي الجذر التربيعي. الجذر التربيعي هنا لإيش؟ ار جي، نروح للطرف الثاني ونضرب هنا في الثاني تان ثيتا. ليش؟ لأنه عندي هنا الساين على الكوساين اللي هي تان ثيتا، مباشرة بالتعويض مباشرة يعطيني الفي تساوي 35.7 متر بير سكند. هنا بغض النظر عن الوزن، كانت سيارة كبيرة أو صغيرة، المهم عندي هو الجيومتري بس، المهم عندي اللي هو الريجيس، اللي هو الريجيس تبع موجود عندنا، والزاوية الثيتا اللي تميل بها. بس هذا اللي يهمنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.